مدار الأخبار في دقيقة ونصف، أهلا بكم. أعلن مبعوث الأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا أنه سيبدأ جولة جديدة إلى المنطقة في محاولة للدفع قدما بالعملية السياسية الرامية إلى حل هذا النزاع المفتعل. وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الأمين العام لم يحدد خلال جلسة مجلس الأمن متى سيقوم بجولته ولا الأماكن التي ينوي الذهاب إليها. بلغ عدد ملفات المشاريع المدعى في إطار برنامج فرصة عبر المنصة الرقمية للبرنامج 100,000 ملف في قطاعات أنشطة متنوعة ومن جميع جهات المملكة، وذلك بعد الإعلان عنه قبل أسبوعين فقط، مما يعكس إقبالا منقطع النظير عليه من قبل آلاف الشباب المغاربة الطامحين في إنجاز مشاريع خاصة بهم بمختلف جهات المملكة. ملفات المشاريع المدعى من قبل المرشحين تتوزع بشكل توافقي مع التوزيع السكاني، مما يبرهن على حجم الاهتمام الذي يليه المغاربة لهذا البرنامج. أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم حكمها بعدم الاختصاص في قضية بث مسلسل فتح الأندلس من طرف القناة الأولى التي رفعها مواطن مغربي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، يطالب فيها بوقف عرض السلسلة التي قبلت بموجة رفض واسعة لمضامينها. فعرافع الدعوى أكد في تصريح لجريدة مدار 21 أنه يعتزم تقديم الطعن بمحكمة الاستئناف بعد إصدار المحكمة الابتدائية اليوم الجمعة قرارها القاضي بعدم الاختصاص. قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب، وذلك منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، ومباشرة بعد إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى عند عدد من الأطفال بالمملكة المتحدة. المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية لم تسجل أي تغيير على مستوى العدد المعتاد لحالات الالتهاب المسجلة وطنيا. مقتل شاب مغربي بأوكرانيا كان يعيش رفقة والدته الأوكرانية، وعلى منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تجدون المواعيد الرسمية لمباريات الأسود بتصفيات كأس إفريقيا العام المقبل. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زور موقع الجريدة. إلى اللقاء.